هشام كان عليك امتحان ايه النهارده؟ كان عليا جي بي وصلت. طب وكان سهل بقى ولا الامتحان ايه نظام؟ كان الامتحان سهل في مستوى الطالب المتوسط، وكان فيه اسئله بس مش عاليه قوي يعني. ايه عارف من نفسك؟ عمرو كرم. كان عندك امتحان ايه النهارده؟ كان الجبر وصلت، جبر وهندسه فراغيه. الامتحان النهارده كان عامل ايه؟ والله هو حلو الحمد لله، يعني هو ختمه مسك زي ما بيقول. الحمد لله، يعني اول مره احس ان انا مرتاح كده. الامتحان في مستوى الطالب ايه؟ يعني هو في كام تكه كده. اشتم الوزير يا ابني. ثواني بقى، عرفني نفسك. عمر سعيد احمد محمد حضرتك. كان عندك امتحان ايه النهارده؟ كان عندي الجبرا. الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان كويس لحد ما، بس انا بتكلم على اللي فات. اللي اتسرب انا ذنبي ايه فيه؟ انا ليه تاخروني لغايه دلوقتي على الامتحانات؟ ليه؟ الامتحان النهارده كان في مستوى الطالب ايه؟ بتكلمي بقى قولي الطوارئ. دعاء حامد. كان عندك امتحان تاريخ. الامتحان النهارده هو بصراحه الامتحان كان رخم جدا، والتواريخ كانت غلط في الامتحان، ويعني جايب لنا تواريخ يعني مؤتمر الجزيره ده المفروض عام 1906، كاتب لنا هو 1878، و1878 ده انا اسمه مؤتمر برلين. كان سهل، ما كانش صعب، بس كان طويل قوي، بس في شويه حاجات رغي بس. لكن امتحان جورج كان جميل الحمد لله. طيب سمعتي عن حاجات غش عندك؟ لا ما كانش فيه بصراحه غلط، هي كان فيه في التاريخ بصراحه، كان كتير يعني، الدنيا كانت مليانه ملازم التاريخ جوه. الناس لما تعرف الناس ولا مش ناس؟ لا خارجه. سلمى. كان عامل ايه؟ كان نص نص، بس كان صعب يعني. كان صعب، في نقط صعبه. سمعتي عن حاجات غش عندك؟ لا خالص، اللي جان شديده جدا. هل اتسرب كويس؟ تقريبا لا، بس بيقولوا ان هو اتسرب بعد دخول الامتحان. لا اهلي مش بيوافقوا. دعاء الامتحان النهارده كان عامل ايه؟ كان امتحان صعب جدا، حتى الامتحان اللي اتلغى كان برضو بيقولوا صعب، وهيجي الامتحان ده سهل على اساس ان هم يخففوا على الطلبه، لكن هم كان عشان اخر يوم حطوا لنا امتحان صعب، وعشان احنا ما نقدرش نتكلم بما ان ده اخر يوم يخلوا الامتحان صعب وما نقدرش نتكلم. امتحان ما اصلا ما يتحلش يعني، حتى اللي مذاكر لازم نكون. شيماء عبد المنعم. ايه؟ الامتحان كان زي الزفت، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش عارفين نقول له ايه. لغيت امتحانات ولغيت، ظلمتنا وساكتين، بس احنا مش هنسكت، احنا مش هنسكت. ورساله وبنقولها له، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بس احنا مش هنسكت عن حقنا، ولسه هنعمل وهنزود، مش هنسكت، وهننزل وهنفضل نعمل مظاهرات لحد ما انت تتشال. عشان كده مش صح، انت بتدمر جيل. انت عايز ايه بالظبط؟ بتدمر احلامنا. اعرف اسمك؟ دميانة. دميانة الامتحان النهارده كان عامل ايه؟ هو كان حلو، بس يعني كان في تكات طبيعي زي اي امتحان، بس انا مش عارفه بصراحه اتسرب ولا لا، ما عنديش فكره. لا ما بقعدش بصراحه اشوف. لا هو كله طلع بيقول الامتحان حلو، لو مش حلو مش مهم، المهم اللي احنا خلصنا. يعني هي دي الفكره دلوقتي، احنا عايزين نخلص من الحوار ده باي طريقه. ومعلومه، انا لو جبت درجه وحشه في الديناميكا مع اني حلو اشكر ربنا كويس، انا مش هعيدها تالت مره، هي مرتين وبس الموضوع خلص معايا. بس كده. واخر حاجه عايزه اقولها ان انا ما عنديش مانع في كل اللي حصل فينا، بس في حاله واحده بس، ان احنا لو كنا اخر فرد تجارب حصل فيه كده، لكن لو حصل كده في كل سنه فبلاها تعليم، مش فارقه كتير.